أنا يومياً أثناء الجلسة أتحدث بهذه القصة الجميلة الرئيسية وأتحدث بهذه النماذج، وأنا اليوم من ملاك سابق الاستراتيجيين والمضاربين في نفس الوقت، وقاعد أحلم وقاعد أحلم بأن يتحقق لدي هذه الأيام الاختراق ل 127 و 128 ريال، لأنه يا حبايبي هذا الاختراق قد يجعلنا نرى راجحي جديد. إيش يعني راجحي جديد في السوق السعودي؟ أنا طبعا لا أستطيع أن أقول كلمة راجحي جديد إلا السهم بنفس ميزة الراجحي في السوق، يعني بميزة القائد اللي سواه شيء مو بسيط ولا كان متوقع، وكان أكبر من المتوقع، مع أنه ضمن التحليل الفني متوقع بس ما كانت الناس تتوقع هذه السرعة. إنه السهم حتى يعني لما كان بمية وثمانية ويوزع منحة ثمانية أسهم دي سبعة أسهم لكل ثمانية أو سبعة لكل 13 سهم، وبعدين يلف كمان يطلع ويوصل، واليوم السهم ما شاء الله تجاوز النسبة الذهبية من عام 2006. يا رجل النسبة الذهبية في سابق من عام 2006 شوف بكم، 167 ريال، 167 ريال. الراجحي الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتداول فوقها اللي هي تعادل 104 ريال. شوف الراجحي عند 123 فوق 104، يعني يدور على 78 فيبو. فشوفوا سابق الآن عند 38 فيبو من عام 2006 اللي دائما أنا أتغنى فيها، وكان سابق جنني اللي هي قريبة 117. شوفوا الآن سابق من أعلى قمة في 2006 اللي هي تعادل 252.26 252.26، وإذا قلنا قاعها في 2009 كان 33. شوفوا كم تعادل مستويات 38 فيبو، 117 ريال فاصلة 3. دائما حتى تلاقونا نمزح نقول فين نبغى ناخذ سابق، يقول أبو ماهر أدورها ب 118، مع أنه كم مرة سابق سواها فينا ونزل للمنطقة دي، نزل في شهر 7 نزل في شهر 7 ونزل في شهر 6. كل ما يجي طالع شوفوا، خاصة بعد ما لامس الترند عند 127-128. أذكركم بالمناسبة وهذه معلومة جدا مهمة، تعرفوا سابق متى دق ال 128 هذا العام؟ دقها في شهر 4. تعرفوا لما دقها في شهر 4 كان المؤشر دق إيش؟ مين يتذكر معي؟ مين يتذكر طلعت أرامكو الأخيرة وسابق؟ تتذكروا أرامكو طلعت القوية أبو شمعة ديك اللي كانت غريبة وطلعت سابق، وقتها المؤشر ضرب فيش ونزل؟ وقتها المؤشر العام للسوق السعودي ضرب 10523 وشوية، وكانت تعادل 38 فيبو، بعدين جنى أرباح السوق ما اخترق 10500، نزل إلى 10170. لما جاء طالع اخترق بالراجح. تخيلوا إنه سابق من ذلك التاريخ المؤشر صعد 1000 نقطة من 10500، واليوم على أعتاب 11500، 1000 نقطة، وسابق إلى الآن لم تتخطى قمتها في شهر 4. ولو تخطتها ماذا سيحصل؟ حيحصل عندنا تقريبا اقتحام لترند هابط من عيار ثقيل اللي هو ما بين قمة 2014 وقمة 2018. وهل تعتقدون يا أحبة لو أن سابق تخطت مستوى زي كده وأغلقت فوقه الأمر حيكون أمر عادي فنيا؟ لا والله، الأمر سيكون أمر جلل. تعالوا شوفوا هدف الوتد فين. والله ما جبته من عقلي أنا، نفس التكتكة ونفس الرسومات. لذلك لما أجي أقول احتمال يكون راجحي جديد في السوق ولا بالأحلام. طيب في شيء يؤكد الكلام ده؟ أساسا القناة الصاعدة السابق اللي جاء سابق كسرها، وسبحان الله وانهار في عام ما كنا خايفين، كانت العالم ترجف في السوق بسبب شارك سابق، إلين طلع سابق ورجع
بعد شهرين ثلاثة وقف فوق ال 85 ورجع فوق الترند الأخضر ده الرئيسي. تعرفوا إنه هذا الترند الرئيسي سقفه فين في سابق؟ الله أكبر. وسابق أحد أسهم برنامج شريك. ولو كنا نحلم ب 13 و 14 ألف المؤشر، من سيقود المؤشر إلى 13 ألف؟ هل هناك سهم ممكن أن يفعلها؟ نعم يا سالم، إنه العملاق سام.